كلنا 35 نفر بغرفة غير ما يبلش سجين بكل يوم كل يوم نبكر بحالة أربع خمس حريم أمراض أطفال في باب القلب في باب السرطانات في باب كل العلل زادوا نعلموا دحين طيب طيب بالطيارة ما تقدرش تنفس اليوم استقبلنا أول رحلة للخطوط الجوية الوطنية على متنها 200 راكب ونتوقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن تكون الرحلات يوميا ابتداء من اليوم حتى نهاية الشهر لتنظيم عودة العالقين في الخارج.